السجيد مصطفى استاذ كليه الحقوق المحمديه. بدايه تنشكر سفير 24 على هذه الاستضافه لادلاء برأي فيما يخص واحد موضوع مهم، هو موضوع ديال حسنيه بن سليمان، هذا الفريق العريق اللي شفناه اللي كان عدو امجاد. راه سبق لينا درنا فيديوهات في هذا الاطار انه راه كان كيلعب مع الرجاء ويلعب مع الوداد ويلعب مع كان واحد الفريق اللي متميز، كانوا لاعبين كبار، ذكرنا الاسماء ديالهم. لاحظنا ودابا في هذه السنوات الاخيره راه شفنا الموقع ديالو راه في اسفل السافلين في الرتبه، اكثر من القسم الشرفي في الرتبه، ولا فرق اللي كانوا معروفين دابا كنلقاوهم في القسم الاول، القسم الاحترافي، فرق اللي كان كيلعب معها بحال يوسفيه برشيد وفرق اخرى، ولا فرق اللي ما كانوش كاينينش، ولاو دابا عندهم كيلعبوا في قسم الهوات، قسم الاحترافي. هذا الشيء مؤسف، وان الساكنه ديال بن سليمان والغيورين على هذا الفريق راه كاين اسئله، كيبقى فيهم الحال. علاش هذا الفريق منين كاين فيه، كاين سبب، المشكل منين جاي، علاش هذا الفريق وصل لهذا المستوى. وراه شفنا المشكل غالبا ما كيكون في المكاتب المسيره. راه شفنا واحد الوقت كانوا رؤساء غيورين ومكاتب اللي كانت عندها واحد حب الفريق رغم كل ما يقال عن بعض الرؤساء، لانه كان الزموري كان مرحوم به، رغم ما يقال عن هاد الرؤساء انهم اللي فعلا هما كانت واحد الاستفاده، انهم كانت امتيازات عندهم في واحد في التجاره، لان السلطات كانت تعطيهم امتيازات واستثناءات، تعطيهم واحد ترخيصات في التجاره. ما ندخلوش في واحد الديتاي ديال، لانه كانوا كيمولوا الفريق، ما كانش هاد الاستغلال ديال المنحه ديال الجامعه. دابا شفنا كاينه منحه ديال الجامعه، منحه ديال المجلس البلدي اللي تعلفات في السنوات الاخيره وصلت ل 200 مليون. شفنا كاين هبات ديال السبونسور، منح ديال السبونسور، الهبات. شفنا هاد انه كاين دابا المال العام، كاين منح، ومع ذلك ما كاينش مردوديه، كاين مشاكل. راه المشكل راه المشكل دابا راه المشكل ديال حسنية بن سليمان راه في القضاء، باش يبت فهاد كانت شكايه. دابا راه كاين تحقيقات مع مكاتب، مع اعضاء من المكاتب المسيره، لان المشكل الخطير اللي بغض النظر عن ما هو قضائي، هذا مش هو المهم ديالنا، وهو ان هاد كتجي مكاتب وكتبقى غادا في نفس النهج. سبق لينا تكلمنا على انخراط، قلنا ان اللي كان لاعب سابق راه خصو ما يعطيش ديك الكونتريبيسيون، كتعطي واحد، خاصك تنخرط تعطي واحد 1000 درهم. وكاين لاعبين ديال القدماء ديال حسين بن سليمان اللي ما عندوش حتى 50 درهم في النهار، وكتطلب منه هو عطى الغالي والنفيس. انا قدام كاين لاعبين اللي لعبوا 10 سنين 15 عام، اللي كانوا كيلعبوا في ظروف ديال السبعينات والثمانينات، كنت الا مشيتي تلعب مع الكاره ولا بن احمد ولا اولمبيك بونوار، لانه كان الشطر ديال بن سليمان على محسوب على الشطر الشاويه، كنت كتلعب مع بوجنيبه، مع اولمبيك خريبكه، مع كانت الدار البيضاء كلها، كان ديك الساعه جمعيه الحليب، كانت الدفاعين السبع، الرشاد البرنوسي، الاتحاد البيضاوي، الراك، النهضه، كانوا كيلعبوا بعض المناطق كان كينزل عليهم حجر اللي تيعاودوا لنا اللعابه، وهو كان الحجر في بلكاره وبوجنيبه وبغنوار، كان الحجر كينزل خارج من الفيستير، الحجر دوزوا داك الشيء خطير، وكانوا كانوا كيسبوهم انهم ولاد البلوط، لان التيران جا في وسط الغابه، تيقول مع ولاد البلوط، ولاد الحسنيه، ولاد البلوط. ودابا هذا اللاعب اللي كان محارب اللي ما عنده لا تقاعد لا والو،
تيجي مكتب مسير من بعد هاد الحالي ولا اللي قبل باقي مخلين خيرات ديال 1000 درهم. هادشي ماشي خطير، لاعب لي 15 عام وتتقول لي راه 1000 درهم خاصها تغلط تلقى 1000 درهم. لاعب هذاك منخرط دوفيس، كاين بزاف كاين هاد المكاتب اللي جات دابا المكاتب في الاونه الاخيره، هادي شي هادي يقول شي 15 عام من بعد الزموري والمرحوم بيش واخرين اللي كانوا وحدين اخرين تما ما كانوش متورطين في ابتزازات ولا في اختلاسات. انا في هذه السنوات الاخيره كاين المكتب مسير ما عندوش كاين اللي ما عمرو تفرج في الحسنيه ديال ومع ذلك كتلقاه كيتسابق باش يدخل المكتب مسير. كنلاحظوا ان هذه الثقافه اللي ولات ديال فين ما كان المال العام فين ما كان الجمعيه ان هذه المساله ولات خطيره، ان ولينا كنلقاو انه ولا احتراف بحال استرزاق جمعيات، انه ولا ماشي الهدف وهو تجي تساهم وتكون غيور وتعطي من جيبك، لا انه تستغل. ولا كاين اللي تيقول كاين اللي كيدخل مكتب مسير يقول لهم انا باغي الكلمات القبيحه، عطوني كاميلتي ولا نفضح، عطوني حقي ولا تاد حقي تا هي ولات بحال الرشوه تا هي ولات داخله بحال تا هي حق. كاين في هذا رمضان كانوا كيداروا هاد كانوا كيديروا مقابله تكريميه للاعبين القدماء، ما بقاتش بحال هذاك ما كايناش. انا يفكروا في لاعب قديم كاين اللي مريض دابا في الفراش ما تيمشيوش تيزوروه. كاين ناس لاعبين محتاجين ماشي محتاج يعطوه تكريميه مباراه تكريميه غير رد الاعتبار. كاين لعابه اللي قدام اللي قربوا في حاله صحيه وتكرميه كدير ليه تكريم كترد ليه الاعتبار. كاين فعلا هاد الفريق راه تعيش معاناه، تعيش في واحد راه في واحد مرتبه ما يستحقهاش رجوعا الى التاريخ ديالو. اللي بغينا نختم به هو كاين بعض في الفيديوهات السابقين كاين بعض اللاعبين بحال عيبوا علينا اننا هملناهم واننا طرقنا لبعض اللاعبين اخرين. احنا ما تنهملوا ما هملنا حتى شي واحد، هو ما هملنا حتى شي واحد. ملي كدير شي فيديو راك فعلا تيهربوا لك شي اسماء بحال الراشيدي مصطفى بحال ادريس بن الهلالي بحال فريد النمس الحارس بحال كاين لاعبين قدام بحال علي النيغرو بحال الحاج موسى اللي راه دابا مريض. كاين الغزيويني اللي يلعب، كاين حميمصاق، كاين لعبة، كاين تكلمنا على اللاعبين الاخرين بحال مرحوم جابر، كاين مصطفى بن دلال، كاين عبد الرحيم محروس، كاين منار حفيظ، كاين كاين اللي باقين على قيد الحياه، كاين 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 محروس عبد الله، كاين اللي دابا عايش ظروف مزريه. خاص هاد المكتب غير يرد الاعتبار ماشي ماديا معنويا هاد الفئات هاد اللاعبين القدماء، يفتحوا لهم الباب الخيرات بدون اي بدون مساهمه.